شتموني، سبوني، قالوا كل شيء فيني. ليش؟ لاني ما امدح جورج جيسوس. يا اخواني يا حبايب قلبي، جيسوس لما ما يلعب كوره ممتازه لنادي الهلال ولا يتم توظيف او لا يلعب 90 دقيقه كامله، اكيد اني انا بنتقد جيسوس. انا لست مدافع لجيسوس، لكن الان هي افضل مباراه لجيسوس طوال تاريخه مع نادي الهلال. اتفق 100% انها افضل مباراه لجيسوس مع نادي الهلال. اليوم جيسوس امتعنا، نادي الهلال امتعنا. اليوم نادي الهلال اكد الصداره، اليوم نادي الهلال وسع الفارق، اليوم نادي الهلال اثبت انه اقوى مرشح للدوري. شفت 90 دقيقه، هي خلاصه 90 دقيقه لعبها جيسوس، كل ثانيه يلعبها جيسوس، كل ثانيه حاضر فيها جيسوس. الان انا امدح جيسوس. الشخص الفني اللي يقرا المباراه يجب انه ينظر هو ينظر للمشهد غير الشخص اللي ينظر. الهلال الناس تقول ان جيسوس يوصل اللاعبين للمرمى، الهلال بدون مدرب بهذه العناصر انت تقدر تصنع لي 70 فرصه، لكن المدرب لازم يوصلك بشكل ممتاز لمرمى الخصم. اليوم كمية أهداف في المباراة وكادت أن تكون أكثر، فرصة مالكم في العارضة، فرص كثيرة، متروفيتش ضيع البلنتي، وهجمات للأهلي. مباراة حامية وأثبتت أن الدوري السعودي جدا قوي. أما بالنسبة للأهلي، مدرب الأهلي يجتهد ليسابق جيسوس بالفكر لكن لا يستطيع بسبب الخبرة المتراكمة لدى المدرب، فلا يتحمل مدرب الأهلي إلا جزيئات بسيطة. هذا بالنسبة للهلال والأهلي. نطلع لمباراة الاتحاد أمس، الاتحاد الحزم، مباراة يتحملها نونو سانتو بالمجمل. البعض يعني لا في ناس تحسبني اني انا دافع، دائما ادافع عن نونو سانتو، لا، لما يخطئ المدرب انا بجي انتقده. قلناها يا عاصم، صح ان الحزم من أسوأ الدفاعات في الدوري ولكن الهجوم فتاك. قلتها انا، احذر من الحزم يا اتحاد، احذر من الحزم يا اتحاد. ابعطيك يا عاصم الاسيست وابيك تفصل وش سوى جيسوس. ابشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا يا عبد الرحمن. هلا والله عاصم، حياك الله. معليش أنا بلف على الهلال والأهلي لأن بنسولف عليها. يا عبد الرحمن، لماذا الناس تنتقدني في جيسوس؟ الصراحة أنا دائما مشكلتي مع الجمهور الهلالي إنه وهو متصدر يبغاني أطبل المدرب. أنا معاك في القناة صح؟ وعارف وضع التعليقات والجماهير. صحيح. الجمهور النصراوي يقول إيه ما يحب تاليسكا، الجمهور الهلالي يقول إيه ما يحب جيسوس. يا جماعة الخير، عاصم ينتقد بالشيء اللي يشوفه بعيدا عن العاطفة. وترى وقبل التصوير إيش قلت لي يا عاصم؟ قلت هذه أفضل مباراة جيسوس طول يعني تاريخه مع نادي. يعني ما كابر، قال إنه بالعكس، حنا لما المدرب يأدي صراحة ننصفه، لما يخطي ننتقده. يا حبيبي يا حبيبي اللي تتابعني، أنا شخص لما أشوف، معليش ترى أنا من مجبور أبرر، لكن لما يضغطون عليك لازم تطلع تبرر عشان تريح نفسك. شوف، لما يجيك شخص، أنا شخص ما عندي عاطفة بكرة القدم، العاطفة عندي في كرة القدم برا، أنقذ ترى مو عشاني أكره، هذا نقطة، ولا أطبل عشاني أحب، أطبل لما يكون ممتاز وأنقذ لما يكون سيء، أخذها قاعدة. تمام؟ معليش عبد الرحمن، بس أنا اليوم شوي يعني بالنسبة لجيسوس، لأنه الآن أبغى الجمهور الهلالي اللي دائما ينتقد الآن شوفني لما أنا أمدح جيسوس. هذا بالنسبة يعني كسواليف عن المباراة. تتوقع جيسوس راح يستمر بهذا الأداء إلى نهاية الدوري؟ أتكلم كنفس. هي تعتمد إنه يقرأ الخصم وإنه يلعب بكل تفصيلة، فهمت؟ هذا كجيسوس دائما أنا أقول إنه جيسوس يعيبه مرات القراءة، يعيبه مرات إنه ما يتدخل بشكل ممتاز، يعيبه مرات التوظيف، فهمت؟ فهذه على المباراة. طيب نبدأ يا عبد الرحمن؟ نبدأ بسم الله. بسم الله نبدأ ونقول اللي ما ينقال. طيب الشوط الأول، بسم عبد الرحمن، قبل الشوط الأول نبغى منصة إحسان، لازم الناس تتبرع. الله يسعدك اللي تتابع. وين الرابط الأول؟ الرابط الأول ادخل بس. الله يسعدك، ريال واحد بس، شوف لك أي حالة تطيح عليها عينك وتبرع بريال وشاركنا الأجر ونطلع بهالقناة وبهالبرنامج من فائدة تفيدنا إن شاء الله بالآخر. الله يجزاكم خير. الشوط الأول يا عبد الرحمن. الشوط الأول لما نجي نتكلم عن تشكيلة الفريقين، التشكيلة المتوقعة واللي قلتها أنت برضو أنت فضلت مجرشي. فضلت مجرشي بالظهير الأيسر للنادي الأهلي، وفضلت سافيتش يبدأ بدل كنو إنه يلعب في نوع قمة، وفضلت الشهراني على البريك، البعض يقول ممكن البريك يشارك كظهير أيسر. وهل قدم الهلال مباراة كبيرة بما أني أنا قلت التشكيلة هذه أفضل تشكيلة للهلال يلعب فيها ضد الأهلي؟ قدم
لماذا الحين؟ واليوم اليوم اليوم شد انتباهي شيء يا عاصم. أنا وأنا متابع أشوف نفز يرجع للخلف كثير لما الهلال يبني هجمة، نفز أشوفه يرجع ما بين البليهي وما بين كوليبالي. والله يا إخواني وسافج وسافج قدام، وأكبر دليل إنه سافج قدام الهدف اللي بأول الثواني. والله إني أنا أنصف عبد الرحمن يا إخوان، والله بدأ يقرأ المباريات، بدأ يساعدني إني أنا الحين أقدر أطلع الفكرة بشكل سريع، ما حاول إني أنا أشرح لأنه طرح السؤال. أنت شكلت بالناس تنصفك، تنصف جيسوس تنصفني. تنصفني كذا. الحين حول على العلاقة ذي رسميا حلقة الإنصاف. طيب. أسلم. طيب أنا ببدأ من نفس السؤال اللي أنت قلته. لما تشوف المباراة اليوم على الورق سافج روبن نيفز أمامهم مالكم، هي القضية اليوم إنه شوف مباراة الأهلي ضد الاتحاد، الاتحاد كله في عمق الملعب لكن لا يستطيع أن يخلق جملة في عمق الملعب. لماذا؟ لأن وقوف لاعبين الأهلي كيسي فيجا المجحد يسكرون جميع مسارات التمرير، حتى تلاحظ محرز يضم إلى العمق ماكسيمال. تمام؟ مدرب الهلال قراها دائما يحاول، لماذا يغلق مدرب الأهلي، لماذا يغلق العمق بشكل ممتاز جدا؟ لماذا؟ ليش؟ لأنه دفاع الأهلي كخط كامل في مشاكل، فلا أجب أني أنا أغلق العمق، لأنك إذا أغلقت العمق الفرص أنت تتخلي الخصم يتجه للأطراف، الأطراف صناعة خطورتها أقل أو أنت لما تكون عمقك سيء أنت فرصة أنك تستقبل أكثر من لما يكون أطرافك سيء. اليوم جيسوس مفرغ العمق تماما، سافج يميل مع ناصر مع ياسر الشهراني وسالم الدوسري، مالكم يميل مع سعود عبد الحميد وميشيل، فبالتالي ثلاث لاعبين ضد ظهير واحد. وانا ما قلتها في الحلقه، قلت هذا اختبار حقيقي لاظهره النادي الاهلي اليوم. بهذا السبب شفنا البعض اللي تابع المباراه لاحظ انه في خلل بأظهرة النادي الاهلي. ليش؟ في مساحات. لا هو مش فيها خلل، ما فيها تعامل من مدرب، تفاجأ مدرب الأهلي. لأني أشوف يا عاصم تضرب دائما، يعني سالم مثلا يدخل العمق يطلع الشهراني وفيه من يأمن في الخلف، فأحس أنه جيسوس ركز على الأطراف اليوم. هو القضية أنه دراسة للنادي الأهلي. شوف لما أقول لك أنه دائما جيسوس عنده قصور بالقراءة، لا اليوم قاري الأهلي كويس ونجح أنه اليوم لا فكرة مغايرة، ما في لاعب في العمق ميل كلك يعني كذا، لما الهلال يبني كده. أنت قاعد تشوف كذا كثافة هنا وكثافة هنا، وميتروفيتش مثبت قلوب دفاع الأهلي، وتحصل أنه في كثافة في منتصف ملعب النادي الأهلي من لاعبين الأهلي، تحصل نفس تائه في وسط عمق الأهلي، بمجرد أنه الهلال خلاص يبغى يبني اللعب تحصل على طول نفس يهرب من هذه من هذه القوقعة من اللاعبين ويكون ثلاثي مع اللي قلتها أنت. برافو كوليبالي علي بليه، تشوف على طول يهرب، لما يهرب عين اللاعبين الأهلي اللي في العمق على روبن نفس، الكرة مع كوليبالي أو الكرة مع نفس، الكرة الطولية لحد الاتجاهين. تمام؟ وأيضا هنا المشكلة، الآن لازم أنك تفعل الأرقام ثمانية اللي في النادي الأهلي ثيقة وكيسي، أو أنك تفعل الأطراف، أنه لازم يروحون مع الكثافة الهلالية، بس ما تعامل معها المدرب الأهلي وعجز يستوعبها أصلاً المدرب. فتلاحظ أصلاً من أول كورة هذه الفكرة، تشوف سافيتش ما ميل على العمق قد أنه ميل على الطرف، دائماً سافيتش في المباريات اللي يلعب فيها كثمانية يطلع على العمق لما يزيد، اليوم لا يطلع على الطرف أكثر. طيب تمام؟ هذه الفكرة في الهلال لما يبني الكورة، لما يخسر الهلال الكورة مالكم متروفيتش يضغطون على قلوب دفاع النادي الأهلي، سالم الدوسري هو النقطة التكتيكية في ترجيح الهلال. لماذا الهلال قوي ومتماسك؟ سالم الدوسري لما يخسر الهلال الكرة هو على طول يوقف مع فيقة، على طول أنت أوقف مع فيقة انتهى، لأنه في زيادة عليك ثلاث لاعبين. سافيتش ما في عليه أدوار إلا أنه على حسب حركة الملعب، على طول ربع النفس على كيسيه. ليش؟ المجحد دائما الأهلي، المجحد دائما يسقط بين قلوب الدفاع. أنت خلاص أنت الحين عطيت مجحد الحرية، أنت الآن معطي المجحد الحرية، المجحد ما عنده القدرة في أنه يصعد الكرة، دائما نشوف كيسي، فبتلاحظ أنه كل أمر هلالي واضح، مالكم يضغط على حد القلوب، ميشيل مع العمار، لا يصعد العمار لأنه الأهلي قاعد يصعد من الجهة اللي فيها كيسي. كيسي كان في المباراة في الشوط الأول كلاعب وسط أيسر، فالنادي الأهلي يصعد من ذيك الجهة، لما يصعد تحصل
فيجا هو النقطة اللي بترجح نقطة رياض محرز. فيجا يحاول انه يضم للعمق بس سالم معاه. النقطة في إرباك ياسر الشهراني بس متعامل معها مدرب جيسوس بشكل ممتاز. انا اخلي سالم مع فيجا لانه الفكرة يبغون يفرغون رياض محرز على الطرف عشان يصدون ياسر الشهراني، بس تعامل معها المدرب لانه هذا اللي بينجح الفكرة، اني اخلي رياض محرز يستلم بالطرف بشكل ممتاز عشان ياخذ معها الظهير الهلالي. هي نقطة فيجا، دائما فيجا هو اللي يسقط في عمق الملعب عشان اللاعب الظهير هو يروح لفيجا، لا اليوم سالم الدوسري هو اللي يروح مع فيجا، فبالتالي ياسر الشهراني مستعد لرياض محرز. وتشوفه في الشوط الاول الاهلي قاعد يبني من اليسار كثير، تشوف ماكسيمان، تشوف كيسي، العمار، دائما هم الحل في التصعيد، لكن المدرب متعامل معها بشكل ممتاز. فتلاحظ في المباراه انه رياض محرز مرتاح جدا في المباراه، هو ينتظر بس الكره يستلمها في الطرف. حتى مدرشي ما يصعد، لماذا؟ عشان انا، لانه مشكلتنا احنا في سافيتش في الكرات الراسيه، هو ما يبغى يخليه يطلع، ممكن في كره يسقطها الهلال وياخذها سافيتش. فاليوم مأمن مدرشي. هذا بالنسبه للشوط الاول كخلاصه للشوط الاول. طيب. معليش طولت، بس قبل نخلص الشوط الاول، الهلال شفنا اول هدف في الدقيقه الاولى، وش سبب هذا الهدف؟ هل هو هفوه؟ هل هو وش سبب الضغط؟ انا قلت لك الفكره اللي قلتها لك. بس دائما يا عاصم الاهداف اللي باول الثواني تعكس جانب، وش الجانب اللي حدث في النادي الاهلي؟ طبعا مدرب الهلال لعب طوال 90 دقيقه برتم عالي، يبغى يصطاد مدرب الاهلي يحاول في الشوط الاول ما يجاري رتم الهلال، لانه لو جرى رتم الهلال راح يسقط بدنيا في الشوط الثاني. اليوم تلاحظ الاهلي في طوال المباراه ما سقط بدنيا لانه المدرب الاهلي ما غامر. الهلال مصعد الرتم من اول المباراه، شوط اول مصعد، ما يصعد، يصعد في فترات، ولما يصعد الاهلي الرتم يصنع فرص. طيب الهدف الاول نادي الهلال سوء تركيز من نادي الاهلي، اكيد، لان تتكلم عن البدايات. والفكره اللي طبقها جيسوس، لانه حصلت احداث بالشوط الاول. هذا بالنسبه للشوط الاول، هدف بالدقيقه الاولى، بعدين جاء ضيع متروفيتش بالدقيقه 26، ثم جاء انذار الايبانيز ب 32، سجل متروفيتش ب 37، بالدقيقه 45 انذار الهندي، وايضا كره في العارضه من مالكم. وبقول لك شيء للمعلوميه، الآن هندي المباراة الجاية إيقاف، إيبانيز المباراة الجاية إيقاف، ديميرال مصاب، فكان الله في عون النادي الأهلي. كان الله في عون النادي الأهلي. هذا بالنسبة للشوط الأول للهلال والأهلي. الشوط الثاني عبد الرحمن، كيف فاز الهلال اليوم؟ طبق حالات كرة القدم الثلاث بامتياز، طبقها جيسوس بامتياز، دافع بالاشتراك وهاجم باللايك وتحول بالشير. يا سلام يا اخوان، يا شباب، يا حبايب، اشتراك دعم للقناة، اشكرك يا عبد الرحمن. الشوط الثاني، طيب الشوط الثاني في الدقيقة 58 سجل ماكسيمان بصناعة رياض محرز. يا سلام. بعدين المدرب في الدقيقة 70 مدرب الاهلي سوى تبديلات، طلع المجحد ودخل الاسمري، وطلع ماكسيمان ودخل فراس البريكان. ايش كانت الفكرة؟ طيب المدرب الاهلي، احترام للمدرب الاهلي، قرأ فكرة جيسوس على طول، تعامل جيدا. فيجا وكيسي شفت تبديل، لانه شافت يميل على جهة ياسر الشهراني وسالم، خلاص كيسي هو الان مطالب بشافتش في الشوط الاول، نفز هو المطالب بكيسي، الان كيسي على سافيتش، لان الكره الطويله هذه هي المشكله. الان مدرب الهلال، شوف لما نقول لك يتعامل بشكل، رده الفعل عند جيسوس اليوم ممتازه، تعامل جيدا معها، خلاص هذا التوظيف لا تسويها سافيتش، لا تزيد على الطرف، ارجع، لانه الاهلي بدا يبني الكره وين؟ مع وين؟ يبني الكره من الجهه اللي فيها كيسي، اللي فيها سافيتش. انت لما تبني كذا وانت مصعد سافيتش بشكل الاهلي لما يطلع بالكره راح تضرب. انت هو دائما مدرب الاهلي يصعد بالجهه اللي يلعب فيها كيسي، لما سوى كذا بدا يصعد من جهه رياض محرز وكيسي، فبالتالي نفس الفكره اللي في الشوط الاول، افرغ رياض محرز، الان افرغ انا ماكسيمان. مدرب الاهلي واضح، خلاص انا مكبل،
أبغى أفرغ الجناحين اللي عندهم قدرات فردية عظيمة. من أعظم جناحين في الدوري عندهم قدرات فنية، جناحين، تتكلم مش جناح بس بفريق، جناحين عندهم قدرات عظيمة فنيا. الأهلي قدرات إنه بالمراوغة كل شيء يسوونه، بس إنه عندهم مشكلة في التسجيل. سواها وسجل الأهلي هدف لو تلاحظ. بس كيف تعامل جيسوس معها؟ ميشيل هو اللي الحين مع فيجا، عشان كده تلاحظ ميشيل استبدل ودخل كانو، لأنه ميشيل ما يقدر يقوم بعمل تكتيكي، لاحظ لا يستطيع أن يقوم بعمل تكتيكي. فحتى لو تلاحظ تم تفعيل مجرشي في الزيادة، الآن تم تفعيل مجرشي، لما تلاحظ مجرشي يزيد ويروح على ياسر الشهراني يزيد في العمق، عشان رياض محرز لما يستلم يستلم بشكل ممتاز، تمام؟ فتلاحظ انه سالم الدوسري مع سافيتش يحاولون اخفاء قدرات كيشيه، فبالتالي رياض محرز لما يستلم دائما تحصل انه يستلم مرات بشكل ممتاز، يحاول انه يدخل بالكره للعمق الملعب، بس العمق مقفل من نادي الهلال بسبب وقوف لاعبين الهلال، بسبب انه لاحظ كم مره سدد رياض محرز؟ 3. بس هل سدد باريحيه؟ سدد لانه عنده قدره عظيمه فنيه رياض محرز، لاحظ، بس ما أخذ وقته ولا ثانية، هو سدد بس إنه هي بجزء من الثانية، فبالتالي يعني اللاعب الهلالي واقف مع رياض محرز، بس رياض محرز عنده قدرة بالذكاء إنه يسدد بلحظة، إنه بس إنه في ما في أريحية الرياض. الهلالي يميل على الجهة اللي يبني فيها، إحنا نقول كيسي لما يبني يميل الهلال، يميل وتحصل ماكسيمان ينتظر الكرة. بس الفكره انه لازم من اللي ينجح فكره ماكسيمان انه يستلم فيجا، بس يوقف معاه ميشيل. تلاحظ دائما جيسوس يصرخ على اللاعب اللي مطالب باللعب مع فيجا، بس انت ما تلاحظها لاني انا تابع المدرب، لاحظ ان الشخص الفني يتابع المدرب. طيب الان وش احدث التبديلات النادي الاهلي؟ لانه شفنا بعدها هدف للهلال. شوف خلني اقول لك معلومه، تبديل ماكسيمان واضح انه عشان اللاعب، انه اللاعب ما يقدر يكمل المباراه، بس هو كان لعبه خطير، حتى المعلق واضح انه تبديل عشان انا ما اخسر اللاعب. خلاص دخل فراس الان يعني مدرب الاهلي خلاص صعد، رفع الرتم بشكل عالي، ليش؟ بحاول الحق المباراه الان، خلاص ارفع الرتم، انا اقدر العب بدنيا، ليش؟ لاني انا موزع رتمي بشكل ممتاز في المباراه. طيب انا عاصم بسالك عن هذه اللقطه، هذه لقطه هدف نادي الهلال الثالث اللي هو خطأ من إيبانيز، هل الخطأ من إيبانيز ولا من الحارس؟ لا الخطأ من مندي صراحة، لأنه تشوف لو تشوف اللقطة يعني ما أدري الخطأ من مين بالضبط. شوف أنت لما تلاحظ أن الكرة طولية وفي لاعب بظهر إيبانيز اللي هو سالم، تمام؟ أنت يا مندي الآن كرة طولية وفي لاعب، أنت مفروض ما تطلع، لأنه الحين المدافع الآن مشكلته في اللاعب اللي وراه، قراره معتمد على اللاعب اللي وراه، فبالتالي لازم إنه يحاول إن الكرة ما تصل للاعب اللي وراه بأي شكل، ممكن إنه يلعبها رأسية بشكل قوي ويطلعها الركني، ممكن يحضرها بشكل كذا، ولو تلاحظ ما حضرها بشكل قدام، ليش؟ لأنه هذه فرصة إنك تضرب، فبالتالي هو لازم يرجعها للحارس، لانه شايف ان الحارس، بس انه مشكله انه مندي اخذ خطوه لقدام، يعني يتحملها مندي، يتحملها بشكل كبير 70% مندي، لانه السؤال محير الصراحه، احس انه ما في سوء تفاهم. لا مندي، لكن تتكلم انه هذا الشوط الثاني والمدرب الهلال وش اللي يميزه يا عبد الرحمن في هذه المباراه؟ هي سباق سرعات بين جيسوس وياسلة. الشوط الاول جيسوس كده ماخذ خطوه بعيده عن ياسلة، ياسلو يحاول لما يقرب لجيسوس، جيسوس ياخذ خطوه، ياخذ رده فعل على طول، تمام؟ هذه المباراه احنا قبل عتبنا ايش على جيسوس؟ انه ما يقرا الخصم، انه ما يلعب 90 دقيقه كامله وما يقرا الخصم. اليوم جيسوس قاري الاهلي، فاهم الاهلي، فهذا اللي جعله يكسب المباراه، وحنا صراحه نقول حظ اوفر للنادي الاهلي. هذه خلاصه المباراه، انا اقول انه هذه تعامل خبره مدرب، سبق المدرب جيسوس بالقراءة، بس المدرب الأهلي ما وده يغامر بالقراءة في الشوط الأول، ويحاول ترى لو تلاحظ في 5 دقائق بدل بين فيجا وكيسيه، بس ما يقدر يعطيهم أوامر بوسط المباراة، لازم يجلس معهم في غرفة الملابس ويعطيهم الأمر، لأنه واضح خطورة الهلال وين كانت.
هذا بالنسبة للشوط الثاني. أنا أتمنى يا عبد الرحمن إني ما طولت، ترى طبعا المباراة فيها تفاصيل كثيرة، لو أقعد أتكلم في المباراة ممكن أقعد ساعة. لا لا لا، أنا أحاول أختصر، أهم شيء الوقت. أنا أحاول أختصر. هذا بالنسبة للهلال والأهلي، ومعليش أن الاتحاد والحزم أمس ما حللنا. طيب قبل الاتحاد والحزم طبعا نعتذر من المتابعين، لكن انتساب يا عبد الرحمن، حنا الآن أي شخص شاف محتوانا وأعجبه نتمنى منه يدعمنا، كيف ينتسب للقناة؟ في انتساب وفي تشكرات، في التشكرات اللي يطلع لك تحت تسوي شير أو كذا، في خانة اسمها التشكرات، ترى أنا ما عمري شرحته. تشكرات تقدر تدعم مرة واحدة، مو تنتسب. اللي يبغى، أي شخص يبغى. الله يسعدك يا عبد الرحمن، شكرا لك. الاتحاد الحزم بشكل مختصر، 3 دقائق أو 4 دقائق. طيب الاتحاد والحزم، الاتحاد شفته دعم الأطراف. يعني ثلاث قلوب دفاع وأطراف بالشنقيطي وبامس. أنا بعطيك إياه شوط شوط بشكل سريع. الشوط الأول 3 قلوب دفاع، لماذا لعب النونو سانتو اليوم بثلاث قلوب؟ لأنه الحزم عنده قوة في التشديد وعنده قوة في الزيادة في أنا قلت الحزم ما يعرف يدافع، فإذا كان ما يعرف يدافع ترى بيفتح لك الملعب. الحزم دائما لو تلاحظ يا ياكل نتيجة كبيرة يا يطلع متعادل، يا يطلع بنتيجة كبيرة فايز أو خاسر أو يطلع متعادل 0-0 1-1. تمام. أنت المباراة ضد الحزم 3 قلوب دفاع، فكرة ممتازة، كورنارلو توظيف جيد مع ثلاثي وكمارا مع بنزيما. المحاولة أنه لما مناطق الافتكاك في منتصف الملعب من كانتي، ولو تلاحظ الفكرة نجحت في هدف بنزيما. بين الشوطين استبدل عمر هوشاوي، ما أدري هل هو بدواعي إصابة أو بقرار فني. الحزم يسجل في كل لقطة، الحزم في منطقة جزاء الاتحاد 3 إلى 4 لاعبين في منطقة جزاء الاتحاد، يقابلها 3 لاعبين من نادي الاتحاد، ففرصة أنه يترجم لك الحزم أهداف كثيرة. وتستغرب نونو سانتو إدارته كارثية للمباراة. رجع للخلطة الأولى، رومارينو، حمد الله، كورناردو، بنزيما. شوف جمهور نادي الاتحاد بدأ خلاص يطالب رحيل نونو سانتو، رأيك؟ لا 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 ما في، شوف هذه قرصة إذن، يعني يتحملها المدرب، لأنه شفت مقاطع انتشرت الجماهير يطالبون. إيه، وأضف عليها إنه التوظيف يعني لمحاور نادي الاتحاد في الشوط الثاني سيء. اللاعب الحزماوي ينطلق أنت المفروض تنطلق معه. طيب الحين بسألك سؤال، مشكلة نادي الاتحاد مدرب ولا لاعبين؟ لاعبين متوهق فيهم المدرب. يعني المشكلة ما هي مدرب؟ لا، مدرب جزء بسيط ولاعبين ومتداخلة في بعض، فهمت؟ لكن ما في مدرب أفضل من نونو سانتو وأنت بتجلب أفضل. أكيد، وأنا أتفق مع كلامك. فلذلك الهدوء. هذا بالنسبة للحجم والاتحاد صراحة، يعني بشكل بسيط، وأنا أعتذر لجماهير الاتحاد. خلاصة المباراة بالنسبة للهلال، مخ جيسوس حاضر، جيسوس مصحصح، جيسوس لا يدع أي تفصيلة تغيب عليه، يتدخل بشكل سريع، جراح ممتاز، جراح بروفيسور في الجراحة صراحة، استخدم عمليات هنا. ايه ما علي منك، أنا علمتك، أنا أنصف جيسوس لما يلعب كويس فعلا. ياسله يحاول لكن هذا الموجود، لكن تدخلاته جيدة ياسلو، بس سابق جيسوس، سابق بالخبرة التدريبية وبالقراءة الممتازة صراحة. هذا بالنسبة للهلال والأهلي. أما بالاتحاد أخطأت يا نونو سانتو، نجم المباراة للهلال جيسوس. لا تقول لي لا سفتش ولا روبن نيفز ولا كوليبالي ولا مالكم. أسألك بالله يا عبد الرحمن، هل هذه المباراة فيها، لما أنت شف خذها قاعدة في كرة القدم، لما أنت تحتار من النجم معناها ترى النجم المدرب، خذها قاعدة. اليوم الله احترنا. يا سلام، لا شوف، أتحدى أي هلالي يجمع الهلالية على نجم واحد. لو اتفقوا على نجم، يعني مباراة الهندي، ميتروفيتش والبريك مجمعين أغلب الجماهير معك. طيب هذه المباراة، بس ممكن الأغلب يقول روبن نيفز. لا 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 يا حبيبي، لا، نجم جيسوس. اي هلال يقول النجم غير جيسوس انا اقول له غلطان. وجهه نظر طبعا، معليش ترى بالاخير ترى وجهه نظر، كوره وجهه نظر عب. لو تبغى تقول ان نجم المباراه جحفلي وهو في الدكه حقك، كوره. هذا بالنسبه لنجم المباراه في الهلال. نجم المباراه في الاهلي مندي، مع انه اخطا لكن شال اشياء كثيره، مندي كان حاضر صح.
صراحة من دي نجم المباراة بالنسبة للأهلي. سؤال الحلقة، سؤال الحلقة، لماذا فاز؟ لا 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 لا، معليش عبد الرحمن، أنا بضرب على وتر جيسوس اليوم. يلا، هل هذه تتفق معي أن هذه أفضل مباراة لجورجي جيسوس مع نادي الهلال طوال تاريخه؟ تتفق معي ولا لا؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، السؤال الثاني، لماذا، ماذا أخطأ به المدرب الأهلي؟ وش الأخطأ اللي، وش الأخطأ اللي فيه؟ وهل جيسوس من هذه المباراة راح تكون نقطة تحول للمدرب ولا لا؟ يلا جاوبوا يا شباب. يعطيك ألف عافية يا عبد الرحمن. الله يعافيك. معليش أنا سرقت عليك الأضواء شوي بس عشان جيسوس بس. لا لا بالعكس. يا حبيبي. استمتعت والله يا عاصم، الله يسعدك. شكرا لك يا عبد الرحمن، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام عليكم.